أنت أني صرت عن الولاية في معزل، وفررت عنها ولا فرار المغزل، فليقر بذلك ناظرك، وليظهر أزاهير السرور ناصرك. فإني بحمد الله خارج غير مخرج، فما لشمات الأعادي في باب جناني غير مدخل ولا مخرج. سنان، من كان الطارق يا سنان؟ ماذا يريد؟ أين هو؟ ملك لا تجيب، تكلم. ما الذي عقد لسانك هكذا؟ انطق. أعطيه فرصة لكي يرد عليك يا أمه، فأنت تمطرينه بسيل عارم من الأسئلة الجارفة. أريد أن أعرف من كان يطرق باب بيتنا قبل قليل، ولماذا؟ لماذا؟ من كان بالباب يا سنان؟ إنه سعيد، سعيد ابن عمي. سعيد؟ وما الذي أتى به الآن؟ ماذا يريد؟ وما أدراني ماذا يريد. سألني عن أبي فأخذته إليه في غرفة المطالعة. كيف؟ كيف تأخذه إلى هناك؟ كيف تأخذه إلى غرفة المطالعة؟ كيف؟ ولماذا؟ رويدك يا أمه، فسنان لم يقترف ذنبا. اذهب، اذهب، اغرب عن وجهي. ترى لما أتى سعيد في هذا الوقت يا سالمة؟ وما يدريني أنا يا أمه؟ وما يدريك ها؟ اذهبي أنت الأخرى. أنا التي سأعرف لما أتى، ولا بد أن أعرف. فما يضيع سابق إحسان عند أديب، ولو أنه بعد ذلك بنار الجفاء أذيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد، منذ متى وأنت تقف هنا؟ كان الأولى، بل الأصح يا عمي، أن ألقي أنا التحية عليك، لكني رأيتك منهمكا في الكتابة فتريثت قليلا حتى تنجز ما تكتب. كيف دخلت؟ دخلت من الباب، والله دخلت من الباب ولم أتسلق السور. لا تتخابث يا سعيد، أنا أعرف أنك دخلت من الباب، وأنت تعرف ما أرمي إليه بسؤالي. طرقت الباب ففتح لي ابن عمي سنان فقادني إلى هذه الغرفة التي لم أدخلها منذ فترة طويلة، بل منذ أن كبرت ابنة عمي سالمة. يا إلهي، ما كل هذه الكتب؟ هل أحصيتها يا عمي؟ وفي أي العلوم هي؟ لقد قلت فيها شعرا. نعم، لنا كتب في كل فن كأنها جنان بها من كل ما تشتهي النفس، جرى حبها مني ومن كل عالم ذكي الحجى والفهم حيث جرى النفس. فلا أبتغي ما عشت خلا مؤانسا سواها، فنعم الخل لي وهي الأنس، ولست أرجو أن يفوز بمثلها على غابر الأيام جن ولا إنس. 300 ثم 70 عدها، وتسعة آلاف لها ثمن بخس. 9000 370 كتابا يا عمي؟ ربما نافع عن ذلك بقليل، ولكن لا أظنك جيت في هذا الليل لتعرف عدد كتبي. ترى ما الأمر يا سعيد؟ لقد صدق حدسك يا عمي، كما تصدق فراستك في كل مرة، لكن هل يصلح هذا المكان للحديث من أجل الموضوع الذي جئت من أجله؟
وهل ترانا في الدرب يا سعيد؟ نحن في المنزل، فقل ما جئت من أجله. أقول أم ستعمل في فراستك العظيمة؟ قل، وإن كان ما ستقوله أقرأه في عينيك. في الحقيقة يا عماه جئت ماذا؟ جئت خاطبا ابنتك سالمة لنفسي. صدقت فراستي. ماذا قلت؟ لم أقل شيئا. كيف لم تقل شيئا وأنتما تجلسان كل هذا الوقت معا؟ مريم، نامي وأكسي الشر في هذا الليل. لن أنام حتى أعرف الموضوع الذي جاء من أجله سعيد، وإلا ما بقيت لحظة واحدة في هذا البيت. أتهددينني بترك المنزل يا مريم؟ ولن أحيد عن هذا الموقف أبدا، والله يا ابن سنان. ألا يا بنت أحمد ذي التقى والنقى، من بعلك استمعي الكلام. عدمنا الشر مذ عنا ارتحلتم، وفارقنا التنازع والخصام. فإن كنتم نويتم مكث شهر هنالك، فامكثوا عاما فعاما. عاما فعاما؟ والله لن أبقى معك هنا يا خلف. هيا طلقني، طلقني بسرعة. وليس إلى الطلاق لكم سبيل إلى أن بعضنا يلقى الحمامة، فإن البغي يصرع فاعليه، وبعد الشهد يسقيهم سمامة. فإن تبتم وأحسنتم قبلنا، ولما نستمع منكم ملامة. سأقبل واعتذر عما بدر مني قبل قليل، بشرط أن تخبرني ما سبب زيارة سعيد في هذا الوقت وماذا يريد. يبدو أنه لا فائدة منك. إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب إلى غرفتي الثانية حيث زوجتي الثانية حسينة. وامكثي أنت هنا حيث لا تستطيعين السكوت. ولكن هذه الليلة ليلتي. اذهبي وقدمي شكواك عند الإمام بلعرب بن سلطان، فهو موجود هناك في حصن جبريل. لو لم يكن محاصرا من قبل أخيه سيف لذهبت إليه وشكوتك عنده يا ابن سنان. اذهبي إليه، ولربما استطعت أن تخلصيه من قبضة أخيه في جبرين. ليتك كنت هناك، ليتك كنت هناك في الحصن. لم يأتي علي بعد يا سنان؟ لا يا أبتي، لم يأتي بعد. علي شاب مؤدب وخلوق، وقبل كل شيء هو طالب علم. لم يطلب أحد رأيك في علي، فلا تتدخلي في ما لا يعنيك حتى لا تسمعي ما لا يرضيك. حبذا لو أحضرت لنا قليلا من اللبن يا حسينة. حاضر. ألا تنوي إخباري حتى الآن لما كان سعيد في زيارتك ليلة البارحة؟ اذهب يا سنان وانظر من الطارق، فإن كان علي دعه يدخل إلى السبلة. أمرك يا أبتي. هيا. سالمة، البارحة جاء ابن عمك سعيد يخطبك مني، فماذا تقولين؟ ماذا؟ هل جن ابن أخيك هذا؟ يخطب سالمة وهي لا تزال فتاة صغيرة؟ أم أنك تريد رميها له لأنه ابن أخيك؟ أم أن لك مصلحة
في تزويجها له. ماذا تقولين؟ والله والله لو وافقتي على هذا الزواج لن أبقى هنا أبدا، وسأتبرأ منك، سأتبرأ منك إلى يوم الدين. لا تعرفينني ولا أعرفك، بل سأخرج إلى بيت أهلي ولن أعود لك ثانية، حتى لو أرسلت عساكر الوالي أجمعين، وسترون. دون ضغط عليك يا سالمة، ما رأيك فيما جاء ابن عمك سعيد من أجله؟ أترضين به زوجا؟ سامحني يا أبتي. عليا ينتظرك خارج المنزل يا أبتي. حسنا، سأذهب إليه حالا. أين أبوك؟ لقد خرج. نعم لقد خرج. واللبن؟ لا عليك يا عمتي، أنا سأتولى أمره. اسبقني يا ولدي إلى المسجد وأعد حلقة الدرس ريثما آتي. حاضر يا عمي. عمي خلف، يا عمي خلف. نعم. كنت ماذا؟ كنت مارا من هنا، فأحببت أن أسلم عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا ذاهب إلى حلقة الدرس؟ هل تأتي معي؟ هذا يتوقف على ما طلبته منك ليلة البارحة. تقصد زواجك من سالمة؟ صدقت يا عمي صدقت. لا أحمل لسؤالك جوابا. سعيد، ما بك يا سعيد؟ رأيت عمي في المزرعة. هل وافق على زواجك من سالمة؟ ألم يوافق؟ ما الأمر يا بني؟ لا أعرف يا أمي، لا أعرف، فعمي لم يعطيني جوابا شافيا. لقد تسرعت عندما ذهبت إليه بنفسك، كان من الأفضل لو ذهبت معك. أردت أن أضمن موافقة عمي المبدئية حتى لا تعود من بيته حزينة كئيبة إذا ما رفض زواجي من سالمة. وأنت الآن لا تعرف جواب عمك؟ إني أحس بجوابه يرن في أذني. ولما يرفضك ابن سنان وأنت ابن أخيه؟ أين سيجد أفضل منك؟ أم ماذا يا أمي؟ لعل سالمة تريد أحد أخوتك زوجا لها، هل يضايقك ذلك؟ أنا لا، لا، فلا فرق بيني وبين إخوتي. المهم أن نعرف ماذا يريد عمي وماذا تريد سالمة. لننتظر أياما، فإذا لم نلقى جوابا على طلبك سيكون لنا شأن آخر مع عمك خلف. هل أستطيع الدخول على مولاي الإمام بل عربي بن سلطان؟ تفضل يا مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي الإمام. وعليك السلام ورحمة الله يا مسعود، كيف رأيت الوضع خارج الحصن؟ عفوا يا مولاي. تكلم يا مسعود، ماذا رأيت؟ فليس لدينا وقت. الوضع أكثر من سيء يا مولاي الإمام، فجيش أخيكم سيف أحكم السيطرة على كل حصونكم وقلاعكم في كافة عمان، كما أحكم السيطرة على حصنكم هذا كما ترون.
يجب أن تخرج من أحد الطرق السرية. ومن قال لك إني أريد الفرار أيها القائد؟ إما أن نحيا معا أو نموت معا. إنما قصدت يا مولاي أن تخرج لأجل ترتيب الصفوف وإعداد الجيش بشكل أفضل. سبق السيف العذل. كأنك تبحثين عن شيء ما يا رحمة؟ ما لي لا أرى سالمة؟ أم أنها خارج الدار؟ أم أن العروس يجب دائما أن تكون خجلة؟ سأناديها لك. سالمة مشغولة الآن، لديها عمل مهم تقوم به. أي عمل؟ لا شأن لك، ولا تتدخلي فيما لا يعنيك. ألم تحفظي ذلك بعد؟ أم تريدينني أن أكرره لك كل يوم؟ عفوا، ما قصدت إلا المساعدة. عن إذنكما؟ لم تبقى إلا الأفاعي تقدم لنا المساعدة. حسينة طيبة يا مريم، واكسبيها بودك وحسن المعاملة. أنت أيضا لا تتدخلي فيما لا يعنيك يا رحمة، فلو ثمة أمر يعنيك فهاته. لا أظن أنك لا تعرفين سبب زيارتي لك. جواب ما جئت تسألين عنه ليس معي، بل هو مع خلف، فهو والد سالمة. وأنت أمها، ولا أعتقد أن خلف يستطيع عمل شيء دون مشورتك ورأيك. إلا في أمر زواج ابنته، فهو صاحب الأمر كله، وهو غير موجود في هذه اللحظة حتى تسمعي منه جوابه. إن كان هو غير موجود فسالمة موجودة، دعينا نسمع رأيها. ليس للبنت أي رأي في أمر زواجها. حسنا، علية القوم سيعرفون جواب خلف وجواب سالمة بإذنك. رافقتك السلامة. عدت كما ذهبت بلا فائدة. والعمل، والعمل يا أمي. ليس أمامك غير الصبر يا سعيد. حتى متى؟ حتى يأتي جواب عمك الشافي، فليس بأيدينا عمل شيء. بل بأيدينا عمل أشياء يا أمي. وما ذاك؟ يجب أن نضع عمي أمام الأمر الواقع. لم أفهم كيف؟ هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفكير والتدبير. أي مسألة تعنينا يا سالم؟ هذه التي بالكتاب، فكل كلمة منها تحتوي على حرف الميم. دعني أقرأ لك شيئا منها يا أبتي. سلامة مولانا سلم السلامة، ودوامه مادة الكرامة، وعمله إمام الأعمال، وكرمه متجر الآمال، وحلمه مغرس الأحلام، وعلمه معلم الأعلام، وإقدامه مقتل الضرغام، مهيب مجاله، محمودة ممالكه، موموقة مسالكه. كفى يا ابنتي كفى، فأنا أعرف البقية الباقية، لأنني أنا الذي كتبت ذلك. هذا أمر عجيب يا أبتي، كيف استطعت ذلك؟ ولي مثل ما قرأت قطعة أدبية أخرى، كل كلمة فيها لا تخلو من حرف الراء. أسمعني إياها يا أبتي، أسمعني إياها أرجوك. سأسمعك، ولكن بعد أن تؤكدي لي جوابك النهائي لطلب ابن عمك سعيد. لقد قلت جوابي سابقا يا أبتي، أنا لا أرغب الزواج من سعيد إلا إذا كنت تريد إجباري وضربي. لم أضربن بنيتي لتحش للأبقار والأغنام أو لكي تحطب، لكن لتطلب بالصلاة بذي العلا زوجا من الأجر العظيم وتخطب. اطمئني يا بنيتي، فهذه حياتك وأنت حرة فيها، وأنا لا أريد أن أرغمك على ما لا تحبين.
عفوا يا مولاي، إن المؤونة في تناقص حاد يا مولاي، فلم يبقى في الحصن من الطعام إلا شيء اليسير. لا عليك أيها الجندي، سنتدبر أمر المؤونة والطعام ولن ينقص شيء بأمر الله. نعم أيها القائد، ولكن دعك من قول لكن، واذهب لترى عملك مع بقية الجند، والطعام سنتدبر أمره. أمرك يا مولاي. اتركوني لوحدي، لا أريد أحدا، أريد أن أتقرب إلى الله بركعتين. هل توصينني بشيء آخر يا أمي؟ لا يا ولدي، المهم أن لا تنسى أحدا من الذين أخبرتك عنهم، فهؤلاء هم الذين يستطيعون محاصرة عمك وإرغامه على قبول زواجك من سالمة. ألن يخذلهم ويردهم خائبين؟ أخوتك وأخوالك سيقفون بالمرصاد ضد عمك، وهذه هي وسيلتنا الوحيدة. اذهب يا ولدي، اذهب موفقا. بإذنك يا أمي. إن كنت تطلب طيب العيش في دعة فرق إلى الياس عما في يد الناس، واحمد على كل حال ذا الجلال، ولا تكن عن الشكر عين الغافل الناس، فإن شكر أخي العدم المقل من الأموال يعدل أجر المطعم الكاس. واقطع زمانك في الطاعات في وجل، لا بالمآثم والمزمار والكأس. أراك قلقا جدا أيها القائد، مولانا الإمام بالعرب قد أطال في صلاته أكثر مما ينبغي وعلى غير عادته، وهذا ما يقلقني. أنا أيضا ما رأيت الإمام يصلي مثل هذه الصلاة من قبل، وهذا الأمر يقلق ويفزع حقا. كلما ذهبت إليه وجدته لا زال يصلي، فأعود راجعا ثم أذهب إليه بعد زمن فما أراه واقفا إلا على نفس هيئته السابقة وهو يكمل صلاته. لقد لاحظت ذلك أيها القائد، فالإمام بالعرب يصلي وكأنه لا، إياك أن تتلفظ بها يا مسعود، الإمام سيبقى وسيكون وكل شيء سينتهي لصالحه. كيف أيها القائد؟ كيف؟ والداهية الداهية والمصيبة الصماء التي تنتظره في الخارج، من سيخلصه منها؟ لن نتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن الإمام. سيفرغ قريبا من الصلاة، فهو يجلس الآن لقراءة التحيات. الحمد لله، لكن لن نستطيع الاقتراب منه إلا إذا طلبني. انتظرونا. اللهم إنك تعلم ما أنا فيه الآن، فهذا أمر لا أحسد عليه من عدو ولا صديق. اللهم لا منجأ منك إلا إليك يا الله. اللهم إنك تعلم إن كنت على الصراط المستقيم والطريق القوي والحق المبين، فأمتني ميتة وأنت راض عني يا الله، يا حي يا قيوم.
سقط الإمام. مولاي، مولاي الإمام. لا إله إلا الله، لقد مات الإمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا علي، ما الذي يجعلك متعجلا هكذا وكأنك تحمل الدنيا على كف عفريت من الجن؟ المادرة، إنما أبحث عن شيخي ومولاي فلم أجده في أي مكان. ما الأمر؟ كأن كارثة أو مصيبة قد حلت. أرجوك أن تنادي على الشيخ مباشرة، فالوقت قصير. أبي غير موجود في المنزل، أظنه ذهب إلى المزرعة. سأذهب إليه هناك بعد إذنك. أي نبأ سيء أتيت به إلي؟ مولانا الإمام، بالعرب بن سلطان. ما به؟ في ذمة الله. ماذا؟ مات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا معقلا عبث الزمان بأهله، فقدوا غلاة تمزق لا يرقع. أين الذي بك كان ملكا أعظم؟ كالدهر يخفض من يشاء ويرفع. تعنو له صيد الملوك وتقتفي، ما قاله أسد الرجال وتتبع. ولديه ترتعد الفرائص خيفة، والجود من كلتا يديه ينبع. وترى معا كوم المنايا والمنى في سرح راحته الكريمة تلمع. حتى إذا تمت جميع أموره وافى إليه النقص يهطع يسرع. فتغيرت حالاته وتنكر، والغدر في شيم الليالي يشرع. وسطى عليه عساكر لو أنهم صدموا ثبيرا حركوه وزعزع. وأتته من أفق المنية والردى ريح مغلغلة عصوف زعزع. فبكت له عين المواهب واللهى، وعفت منازل الفخار وأربع. لنتحدث فيما جئنا من أجله، وأظنك تعرف لمن نحن اليوم هنا في دارك يا خلف ابن سنان. لعلكم جئتم لنذهب سوية لمبايعة سيف ابن السلطان بالإمامة، أليس كذلك؟ سنتحدث في هذا الأمر لاحقا. إذن أظنكم جئتم لأمر آخر، وإني والله لا أعرفه معرفة جيدة، أليس كذلك يا سعيد؟ إنه نفس الأمر الذي حدثتك عنه سابقا يا عمي. فهذا خالي عبد الله، وهؤلاء أبناؤه، وهذا أخي. جئنا نكرر نفس الطلب الذي حدثتك فيه سابقا. يا سعيد، أنت ابن أخي وبمثابة ابني، لكني لا أرغم ابنتي على الزواج من شخص لا تريده، سواء أكان ذلك الشخص أنت أم غيرك. فالزواج لا يكون بالإكراه، وإنما يكون بالاتفاق والرضا والقبول. أعتقد أن ابنة عمي ترغب بي زوجا لها. أتكذبني يا سعيد؟
حاشاك من الكذب أيها الشيخ الجليل، فأنت رجل العلم والدين والأدب، ولكن أردنا أن نقطع الشك الذي في قلب سعيد باليقين الذي في نفسك. أبى لضرب هذا يا بني العم منكم، تسومونني سوءا على الغادة البكر، تظنون إبعادا لكم وقطيعة، فحاشا، ولكن سوف أبدي لكم أمري. كذلك وصاني أبي وهو راحل، عليه سلام الله في ظلمة القبر. إذن لنقطع الشك باليقين. أنا تحت أمركم، ولكن قرار زواج ابنتي بيدها وليس بيدي، وهذا حقها الذي شرعه لها الدين. لن نخرج عن شرع الله يا خلف، وأقترح أن تقف الفتاة في مكان قريب، وليكن خلف هذه النافذة، بحيث ترانا ولا نراها، وتشير بنارنجة أو ليمونة إلى الذي تريده زوجا لها، فترميه بتلك النارنجة. هل توافق؟ أنا موافق، فليذهب إليها أحد أخوالها ويخبرها بذلك. إذن لنبدأ ذلك في الحال. هذه فرصتك التي لن تتكرر أبدا يا سالم، فأحسن استغلالها. هيا يا ابنتي، قومي بما طلب منك. هذه رمية خاطئة يا ابنتي، فرمي ببرتقالة أخرى وصوبيها نحو الشخص الذي تريدينه شريكا لحياتك. ما هذا الذي تفعله ابنتك يا خلف؟ أريد أحليها من الصوغ جوهرا، فتخلعه عنها وترغب في الصفر، وألبسها ريط الحرير ووشيه، فترغب في صوف مخلجة غبر، أقيدها في النخل والكرم والجنى، وتسرح في مر من الطلح والسدر. أنت الذي تفضله ابنة عمي علي؟ ما كنت قد فكرت في هذا الأمر من قبل، لكنني الآن يا شيخ خلف أطلب الزواج الشرعي من ابنتك سالمة، فماذا تقول؟ قد قالت سالمة رأيها قبل أن أسألها، وإني موافق على زواجك منها يا أخي. هيا بنا يا قوم، ما عاد لنا مقام هنا في بيت خلف ابن سنان، هيا بنا هيا. فبالعروة الوثقى صلوا الحبل بيننا، ولا تقطعوا الأسباب في النفع والضر، فإن كريم القوم يبذل ماله على قومه في ساعة العسر واليسر. فهذا وصلى الله ما لاح بارق على المصطفى المبعوث في ظلمة الكفر.